السلام عليكم، معكم سبحان قناة تلمس. أهلا وسهلا فيكم في حلقة الثامنة من كورس إعداد دراسة جدول مشروعك الخاص في 90 دقيقة. واليوم حلقتنا مهمة جدا، لأنه حنتناول فيها كيف تعد بوصلة نموذج الأعمال الخاصة بفكرتك أو بمشروعك، وممكن يسميها بزنس موديل، وممكن يسميها أيضا نموذج العمل التجاري. وخليني أحكي لك أنه هذا النموذج له فوائد رائعة جدا، وحنستعرض فيها المثال العملي اللي احنا طبعا كان معنا من بداية الكورس وحتى نهايته. هنستعرض هذا المثال العملي، عشان هيك بقول لك ما تروح بعيد واشترك في قناتي واعجب بهذا الفيديو، وخلينا نشوفك بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى. اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المشاهدين. طبعا انا بعتقد انه انت الان مشترك في قناتي وعجبت بهذا الفيديو، فاهلا وسهلا بك في عائلتنا 10 minutes. لدينا طبعا الحلقات الكثيره عن تطوير الذات ورياده الاعمال. حاول انه انت تتابعنا وتكون مشترك فيها ضمن عائله 10 minutes، وتشترك في حسابي 10 minutes على الانستغرام. هذا حساب رائع، وفيه يعني دائما بنزل بوستات واشياء رائعه عن تطوير الذات ورياده الاعمال، فضروري جدا ان تشارك معنا وتساهم معنا ايضا في مشروع عائلة 10 minutes للتحسين. حاول ان انت تبعتها على الستوريز الاشياء والخطوات اللي انت بتحسنها في حياتك اليومية. وخلينا ندخل في الموضوع مع بعض اعزائي المشاهدين. احنا الان خلينا احكي لك ما هي فائدة بوصلة نموذج الاعمال، او ما هي فائدة البزنس موديل. اول شيء هذا بيفيدك انه انت بتعكس فكرتك الى واقع عملي. ثاني شيء بيعطيك تصور عام عن فكرة مشروعك شو حتكون على أرض الواقع، بنظم لك أيضا حيثيات وتفاصيل المشروع الخاص بك، بالإضافة إلى أنه هو أداة تخطيط ورقابة لمشروعك أثناء التنفيذ، وهو أيضا أداة من الأدوات القابلة للتطوير أثناء تنفيذ المشروع. أيضا يقوم على بعض الافتراضات اللي حتفيدنا واللي احنا حنطبقها إلى واقع عملي في فكرة المشروع. إذن بنأكد مرة أخرى أنه نموذج العمل التجاري أو البزنس موديل هو مهم جدا وضروري من أجل نجاح فكرتك، ومن أجل أن وضع تصور عام عن فكرة مشروعك اللي حتكون قابلة للتطبيق، لأنه هذا بيعطيك فكرة رائعة عن تصور العام للمشروع. أيضا هو أداة تحليلية لحيثيات المشروع، أيضا هو قابل للتطوير وهو ينظم لك الأفكار. عشان هيك من الضروري أنه كل شخص يا جماعة بده ينفذ فكرة ناجحة ورائعة لازم يكون لها بزنس موديل لهذه الفكرة. وخلينا مع بعض نستعرض أول عنصر من عناصر نموذج العمل التجاري، وهو الشركاء الأساسيون. كما تلاحظون يعني الشركاء الأساسيون هم كانوا عبارة عن شركات الدعاية والإعلان، شركات الخدمات، شركات التجارية، المؤسسات المحلية اللي حنتعامل معها. هذه يعني من أهم الشركاء الأساسيون. ولما أنا بحكي شريك أساسي يعني أنا بقصد فيه كل شخص ممكن يساهم معي في بناء مشروعي أو يساهم في تطوير فكرة المشروع، وممكن يكون يعني على شكل مورد مالي، ممكن يدعمني في الوقت في الجهد، ممكن يعطيني ثقة للجمهور بحيث لو دخل ممكن يعطيني سبورت انه الجمهور يثق بي، ممكن يساعدك في مثلا التوسع في السوق المحلي، او ممكن يجعلك انه انت يعني تطرق باب السوق العالمي وهكذا، يعني يكون داعم لك وشريك ومؤسس يعني فاعل في تطوير القوة الخاصة بمشروعك. وخلينا أيضا نكمل معكم الشركاء الأساسيين اللي كانوا معنا في المثال العملي. هنا طبعا كانت حاضنة الأعمال، يعني لاحظوا حاضنة الأعمال كان شو دورها؟ توفير التمويل اللازم بدأ بالمشروع، طبعا بتمثل بتوفير الاحتياجات الأساسية مثل توفير المكان، توفير الأثاث، التمويل، الدعاية والإعلان، وبعض النشاطات اللازم مثل الاستشارات. طبعا خلينا أحكي لك أيضا الهدف من الشراكة زي ما احنا كاتبين انه الفاعلية وزيادة القوة الاقتصادية من خلال يعني التمويل الذي سنحصل عليه من الحاضنة، بالإضافة يعني إلى توفير الاستشارات الفنية الخاصة بفكرة المشروع. ونيجي معكم للنقطة الثانية وهي المهام الأساسية، وخلينا نستعرض هذا العمود يعني شو موجود فيه أو مكوناته. المهام الأساسية شو يعني هي؟ هي بمثابة الخطة اللازمة لتنفيذ المشروع، أو خلينا نحكي يعني ما هي الخطوات أو الأنشطة الرئيسية اللي أنت بدك تنفذها حتى توصل هذه القيمة المضافة إلى العميل المناسب. هنا طبعا احنا زي ما أنتم ملاحظين أنه توفير التمويل مثلا، التوصيل، عمل تخفيضات، عروض حصرية مميزة وهكذا. ثم بعد ذلك أيضا
تأتي قنوات التوزيع. بين قنوات التوزيع يعني خلينا أحكي لك ما هي الوسائل اللي أنت بدك تستخدمها من أجل أنه أنت توصل منتجك لمين؟ للعملاء، يعني سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني لو أنت مثلا شركة أغذية أو شركة طعام أو أنت مطعم مثلا بتوفر منتج غذائي، بالتالي أنت ممكن توفر اللي هو منتجك من خلال استضافة العميل في المطعم الخاص بك، بتوفر له وجبة مساء الغداء والعشاء whatever كانت، أو ممكن من خلال طريقة غير مباشرة أنه خدمة التوصيل، من خلال خدمة التوصيل مثلا delivery ممكن أنت توصل أيضا الوجبات الخاصة بعملائك، وهذه نسميها الطريقة الغير مباشرة. طبعا قنوات التوزيع خلينا نحكي لك تكون محل تجاري، ممكن تكون مثلا يعني وسيلة من خلال مندوبي المبيعات، مثلا ممكن من خلال الفروع وهكذا. يعني ما هي الوسيلة المناسبة لإيصال المنتج الخاص بك أو الخدمة لمين؟ للعملاء المستهدفين. وصلنا معكم لنقطة مهمة جدا، وهي من أهم النقاط الموجودة في البزنس موديل، وهي علاقتنا بالعملاء. كيف حتكون العلاقة مع العملاء؟ كيف حيعرفوا عنك العملاء؟ ما هي الوسيلة المناسبة اللي حتستخدمها أنهم يعرفوا بمنتجك؟ وسيلة أو مرحلة الأويرنس، كيف هم حيعرفوا عنك؟ ما هو يعني الطريقة المناسبة أو طريقة الوعي أنهم يعرفوا منتجاتك وخدماتك؟ بعد ذلك كيف هم حيشتروا منك؟ كيف حتدفعهم أم يشتروا منك ويشتروا هذا المنتج وتبيعهم؟ بعد مرحلة البيع كيف حتحافظ على هؤلاء العملاء، وكيف حيكونوا يعني منتمين لك ولديهم الولاء لك صديقي؟ أي منتجات أخرى ممكن يشتروها منك؟ لذلك يجب أن تضمن طريقة معينة وسيلة مناسبة تحافظ بها على هؤلاء الزبائن، أنهم دائما هم يشتروا منك ولهم ولاء وإخلاص لك. وأيضا كيف ممكن تستخدم هؤلاء الزبائن في أنهم يكبروا البزنس الخاص بك، وأن من خلالهم توسع هذا البزنس، تمام؟ يعني أنت هؤلاء العملاء حيساعدوك أيضا في تطوير البزنس الخاص بك وتوسيع الحصة السوقية. زي ما حكينا ممكن يكونوا هم وسائل دعاية مجانية لك ولمنتجاتك، عشانك لازم يعني خلينا نحكي لك تهتم بالعلاقة مع العملاء، وكيف أنه تطور هذه العلاقة، وكيف أنه أنت تنميها وتحافظ على ولائهم وإخلاصهم لك، وتستخدمهم في توسيع وزيادة أرباحك وتوسيع الحصة السوقية. وصلنا معكم لنقطة مهمة جدا أيضا، يعني لا تقل أهمية عن العلاقة مع العملاء، وهي مصادر الدخل. كما تلاحظون يعني مصادر الدخل متعددة كانت لدينا في هذا المشروع، ولكن خلينا أحكي لك بشكل عام ما هي المصادر اللي أنت حتجني منها الأرباح. هذا معنى مصادر الدخل. وخلينا أحكي لك لازم تركز على الفئات المختلفة ذوي الدخل، يعني المرتفع أو المنخفض أو المتوسط، يعني لازم تتعامل مع كل فئة بما يناسبها من مصدر دخل. يعني خلينا أحكي لك إنه في هناك بعض العملاء بيركزوا على الجودة الأعلى، في عندك فئة من العملاء بيركزوا على السعر المنخفض، في بعض العملاء بيركزوا على سعر متوسط وجودة مناسبة. بالتالي يجب أن تتعامل مع جميع الفئات، وأنه أيضا تحرص على أنه يكون هناك مصادر إيراد معينة من كل فئة، وتكون كل فئة أيضا مصدر ربح خاص بك. عشانك لازم أنه أنت تذكر هذه الفئات، ولازم يعني تذكر ما هو المصدر إيراد الخاص بتلك الفئة، عشان تكون أنت هيك يعني محدد بالضبط يعني بطريقة دقيقة ما هي مصادر دخلك. وصلنا مع بعض أعزائي المشاهدين لنقطة مهمة جدا، وهي موارد المشروع. لازم تذكر موارد المشروع التي يجب أن تستخدمها في هذا المشروع، خصوصا الموارد الرئيسية التي لا يمكن الاستغناء عنها في تنفيذ فكرتك في هذا المشروع، حتى يكون عندك تصور كامل عن الموارد اللي أنت حتستخدمها. وخلينا أحكي لك أنه هناك ثلاث أنواع من الموارد، هي الموارد البشرية، يعني مثلا فنيين واختصاصيين وناس يعني عمال أو مهرة أو إداريين، أيضا الموارد المالية اللي هي نسميها الأجور المصاري أو الأجرة الشهرية أو الرواتب اللي أنت حتصرفها في الإنفاق على هذا المشروع، أيضا الموارد المادية مثل خلينا أحكي لك يعني شقة، سيارة، مواد خام يعني أنت بتستخدمها في تنفيذ هذا المشروع. وهذه طبعا مهمة جدا، عشان أنه أنت لازم تعرف يكون فكرة كبيرة وفكرة جيدة عن الموارد اللي أنت هتستخدمها في هذا المشروع، خصوصا الأساسية والضرورية اللي أنت لازم تعمل حسابك أنه أنت توفرها خلال تنفيذ هذا المشروع. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين لعنصر آخر، وهو القيمة الأساسية أو نسميها المنفعة الاستثنائية أو الميزة التنافسية الخاصة بفكرتك. ما هي الميزة التنافسية الخاصة بفكرتك؟ لازم تذكرها هنا في هذا العمود. يعني مثلا احنا كانت القيمة الأساسية أنه احنا حنوفر لعملائنا طبعا خدمات ومنتجات يعني بنسب أو بأسعار تنافسية بخصم تراهم من 10% إلى 40%. ولازم تذكر مشكلة مشروعك، يعني احنا مثلا مشكلة المشروع كانت هي ارتفاع أسعار المنتجات، بالتالي أنه احنا حنوفر خدمات
حتى المنتجات بأسعار تنافسية ومنخفضة، مما يشجع الجمهور على شرائها. وخليني أحكي لك أيضا الخدمات اللي بيقدمها المشروع، كانت يعني عبارة عن مثلا للطلاب الجامعات بيقدم دورات تدريبية فيها تخفيضات مستلزمات للطلبة، للمقاهي المطاعم الزبائن المترددين عليها، أيضا توفير منتجات وخدمات وعروض تنافسية للمؤسسات المحلية والمنظمات وهكذا. يعني بعض يعني الخصائص والخدمات اللي هنقدمها من خلال فكرة هذا المشروع. وصلنا معكم لنقطة مهمة جدا وهي شرائح العملاء، وهذه يعني ركزوا لي فيها لأنها نقطة مهمة جدا ولازم تحدد فيها العملاء وفئات العملاء الخاصين بمشروعك بعناية جدا وتتعرف على سلسلة المؤثرين. وخلينا أحكي لك هنا لازم أنت تقسم مجموعة العملاء الخاصين بك وتتعرف على سلسلة المؤثرين والمشترين ومين اللي هيستخدم أيضا منتجك. طيب الآن يعني خليني أحكي لك أنه لازم بداية تتعرف على خصائص هؤلاء العملاء، يعني مثلا كيف دخلهم، ما هي رواتبهم، يعني مستوى المعيشة الخاص بهم، أين يسكنون، الموقع الجغرافي، قلنا السمات والخصائص الخاصة بهم، يعني هل هم ذوي دخل مرتفع متوسط أو منخفض، سوء المعيشة، الهوايات وإلى آخره. لازم تعرف على كل هذه الخصائص لأنها بتساعدك على أنه يعني مع مين تتعامل، مع أني فئة، ما هي الفئة المناسبة اللي حتكون هي أو اللي حتشتري منتجك واللي حتستفيد من خدماتك. وخلينا أحكي لك أيضا لازم تعرف على سلسلة المؤثرين والمشترين، يعني هل مثلا كل من يستخدم السلع هو الذي سوف يشتريها أو هو يمتلك قرار الشراء. فخلينا أحكي لك أنه المستخدم النهائي للسلع أو المنتج قد يكون مختلف عن الذي يتخذ قرار الشراء أو المشتري، فممكن يكون مثلا الطفل يستخدم اللعبة فبالتالي الأم هي التي تشتري مثلا، أو الأم هي التي تتخذ قرار الشراء وبالتالي الوالد هو الذي يشتري، وممكن يكون يعني صديق العائلة هو الذي ينصح بشراء هذه اللعبة فهو أيضا هنا موصي، أو صديق الوالد. فبالتالي يجب أن نتعرف على سلسلة المؤثرين في عملية الشراء، من متخذ القرار ومن هو المشتري ومن هو المستخدم النهائي، لأنه هذا بيساعدنا أيضا على تحديد فئات العملاء المناسبين والذين سوف يشترون هذه السلع أو هذا المنتج أو هذه الخدمة. أما بالنسبة لقنوات التواصل فهي الوسيلة المناسبة اللي أنت حتستخدمها أنك تتواصل مع جمهورك، ممكن يكون من خلال إعلانات عبر الراديو أو التلفاز أو السوشيال ميديا، يعني أنت اختار الوسيلة المناسبة للتعامل مع شرائح العملاء المناسبين واللي ممكن يشتروا هذا المنتج. لازم تستخدم الوسيلة الفعالة والمناسبة في أنك تتواصل مع جمهورك وتعطيهم معرفة أو وعي عن المنتج اللي أنت بتبيعه، وبالتالي أنت تصل إليهم بطريقة مناسبة وغير مكلفة. وخلينا أحكي لك أنه هناك مراحل للوصول إلى العميل، ممكن تكون مثلا في البداية تستخدم مثلا إعلانات يعني قليلة التكلفة، ممكن بعد ذلك تستخدم إعلانات يعني مثلا باهظة الثمن لتصل إلى أكبر مثلا شرائح العملاء المستفيدين اللي ممكن مثلا يشتروا منتجك وهكذا. يعني أنت ممكن تبدأ بمرحلة قليلة التكلفة ثم بعد ذلك يعني تعلي التكلفة، بعد ذلك ممكن تصل لتكلفة أعلى وأعلى، وبالتالي هذا حسب يعني مثلا الخطة الخاصة بك أو حسب نموذج العمل اللي أنت وضعته لهذه الفكرة. وخلينا استعرض معك اللي هو في النهاية بعض العناصر بشكل سريع اللي احنا استخدمناها ايضا في مشروعنا في البزنس موديل، مثل مصادر الدخل، خصائص تقديم الخدمة، مراحل استخدام القنوات، طريقة الشراء الحالية للعميل، مثلا تقييم الخدمة المقدمة للعميل مثلا خلال استبيان، التوصيل من خلال يعني مندوبي المبيعات او خلينا نقول اونلاين، أو التوصيل خلال الدليفري، بعد مرحلة البيع الاستفسار من الزبون وعمل مثلا استفتاء أو استبيان وهكذا. يعني هناك وسائل وعناصر أنت ممكن أن تضيفها، خلي البزنس موديل الخاص بك يعني مرن وأنه أنت تضع فيه العناصر اللي أنت بتشوفها مناسبة ورائعة. وخليني أيضا يعني نختم بالتكاليف الأساسية ومصادر الدخل، نقول لك أنه التكاليف أيضا تقسم إلى نوعين، في تكاليف ثابتة ومتغيرة. الثابتة مثل يعني خلينا نقول لك الرواتب الشهرية اللي بتكون بشكل منتظم، أما بالنسبة للمتغيرة ممكن تكون يعني أسعار مواد خام، ممكن مثلا تكون مصاريف المواصلات، ممكن يعني مثلا مواد إعلانية، بروشورات وهكذا، يعني أنت ما بتعملها بشكل دوري أو بشكل شهري، هذه بنسميها يعني مصاريف متغيرة. وأما بالنسبة لمصادر الدخل فما تذكر أرقام تفصيلية، حاول تذكر البنود الرئيسية اللي حتمثل مصدر دخلك. يعني مثال أنا في المثال العملي، العمولة التي ستحسن شركات تجارية، بيع بطاقات الخصم، الإعلانات اللي إحنا حنوفرها للشركات التجارية، بعض الخدمات الأخرى والقيمة
الأساسية. خليني أحكي لك إنه مصادر الدخل من المهم إنه أنت تتعرف عليها وتكون يعني مخطط لها جيدة ومنظمة في البزنس موديل الخاص بك. وهيك أنا طبعا بنهي معك حلقة هذا اليوم، أتمنى يكون هذا البزنس موديل استعرضنا جيد وواضح ورائع، وهذا إنه يقودك لعمل بزنس موديل خاص بفكرتك أو مشروعك حتى ينظم لك العمل الخاص بك وفكرة مشروعك وتخطط لها أيضا صح وتعكسها على أرض الواقع. طبعا في النهاية لو أنا أضفت لك معلومة جيدة ورائعة، حاول أن أنت تشترك في قناتي وتعجب بهذا الفيديو وتضغط على زر الجرس حتى يصلك كل جديد المرامج المجانية اللي احنا بنرفعها. وإحنا طبعا يعني بنرفع كل جمعة حلقة رائعة مساء، حاول أن أنت يعني دائما تتابعنا على قناتنا بشكل منتظم، وأيضا كل ثلاثاء بنرفع حلقة من حلقات تطوير الذات، ضروري أن أنت تشاهدنا كل ثلاثاء وجمعة وتتابع قناتنا. بشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.